السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدث متوسط ميدان مانشستر سيتي رودريغو هرنانديز المعروف باسم رودري عن ركلة الجزاء التي سددها النجم الدولي الجزائري رياض محرز خلال مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الجولة 23 من البريمير ليج. وكان هناك عدد من لاعبي مانشستر سيتي يرغبون في تسديد ضربة الجزاء ليحصل عليها رياض محرز في النهاية ويترجمها لهدف ثالث لمصلحة فريقه. وبعد المباراة قال رودري: شعرت بالثقة في تلك اللحظة، لذلك طلبت تسديد ركلة الجزاء، لكن القائد غوندوغان قرر منحها لرياض محرز ويتوجب أن أتقبل هذا القرار. غوندوغان هو من اتخذ قرار منح ركلة الجزاء لرياض محرز. ويذكر أيضا أن غوارديولا خرج أيضا في تصريحات بعد المباراة بخصوص ركلة الجزاء وقال: من الجميل أن أشاهد لاعبي الفريق يتنافسون على تسديد ركلات الجزاء، لكن بالنسبة لي فإن هالاند هو المسدد الأول لها. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.